اليوم حصتنا عن جدول الضرب، يلا خلنا نحفظ من غير ما نتعب. اثنين باثنين، اثنين بثلاثة، اثنين باربعة، واثنين بخمسة عشرة. اثنين باثنين، أربعة، ستة، ثمانية، وإذا عكسنا الأرقام يطلع نفس الناتج. وإذا عكسنا الأرقام يطلع نفس الناتج. اثنين بستة، اثنى، اثنين بسبعة، أربعة، اثنين بثمانية، ستة، اثنين بتسعة، ثمانية، اثنين بستة، أربعة، ستة، خلصنا جدول الاثنين، وخلصنا جدول الاثنين، ثلاثة بثلاثة، ثلاثة بأربعة، ثلاثة بخمسة، ثلاثة بست، ثمانية عشر، تسعة، اثنى عشر، خمسة عشر، ثلاثة بسبع، واحد وعشرين، ثلاثة بثمان، أربعة وعشرين، ثلاثة بتسع، سبعة وعشرين، سبعة وعشرين، ثلاثة بسبع، واحد وعشرين، ثلاثة بثمان، أربعة وعشرين، ثلاثة بتسع، سبعة وعشرين.